السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأعزاء الطلبة والطالبات. حتى لا أطيل عليكم، إن شاء الله غنخدم معكم اليوم واحد الحصة ديال الفرض الثاني المقترح في مادة الكيمياء بالنسبة للمستوى الثانية بكالوريا. إذا هذا الفرض المقترح فهو يتكون من موضوع في مادة الفيزياء المتعلق بالتحولات النووية، والتمرين الثاني متعلق بالتفاعلات الحمض قاعدة طبيعة الحال في محلول مائي. إذا على بركة الله، إذا هذا التمرين هو أمامكم الآن، قرأه بتمعن وبتريث حتى تفهم المضمون ديالو ثم تجيبوا على الأسئلة. إذا تتحول نواة البولونيوم PO زاد 84 وعدها 210 إلى نواة الرصاص. السؤال الأول هو اكتب معادلة التفاعل النووي محددا النمط الإشعاعي الموافق لهذا التفكك. إذا هاي الأسئلة كلها، غنبداو بالسؤال بالسؤال. إذا بالنسبة فيما يخص المعادلة ديال التفكك، إذا عندنا البولونيوم فهو يتحول إلى نواة الرصاص. إذا هكذا غنكتب أن البولونيوم اللي هو عنده زاد 84 وعنده أ 210 يتحول إلى نواة البلومب اللي عندها 82206 زائد واحد الدقيقة أو انبعاث دقيقة. هاد الدقيقة باش تكون واحد الموازنة خاصة تكون عندها جوج وغتكون عندها هنا أربعة، ما هي إلا لليوم، يعني أن النشاط الإشعاعي هو ماذا؟ هو إشعاع ألفا. بطبيعة الحال يمكن لك دير انت هنا واحد اكس مثلا وغتلقى بتطبيق قانون سودي غتلقى بان ا ايكال 4، وهذه يعني تتعلق بالدقيقة ديال لليوم. السؤال الثاني، واحسب قيمة طاقة الربط. تعرفوا بان طاقة الربط بصفة عامة بالنسبة لهنا عندنا 84 وهنا عندنا 210 تنديرو هي عدد البروتونات هي 84 لا ماس دي بروتون بلس 210 حيد منها 84 هي 126 ام دي نوترون موا لا ماس دي بولونيوم لو تو في سيلو. اذا غادي تبقى دير تطبيق عددي بطبيعه الحال من خلال المعطيات اللي هي كاينه عندكم، دونك 126 × 1.0087 210.0482 ملتبلي باغ سي دو اللي هي 931.5. إذا غتلقى النتيجة كما لقيتها أنا 1547.4 ميجا إلكتروفولت. إذا من بعد ما حسبنا طاقة الربط قالك ثم قارن بين النواتين من حيث الاستقرار. إذا تعرفوا باش نقلبوا على الاستقرار خاص نقلبوا على طاقة الربط بالنسبة لنوية يعني ديال البولونيوم اللي هي تسمنا قناة الربط ديال البولونيوم مقسوم على 210، وغادي نشدو بطبيعة الحال طاقة الربط ديال البلومب خاصة بالنوية. عندنا هي طاقة الربط ديال البلومب مقسوم على 206، بمعنى هذه عندنا هي 1547.4 نقسم على 210 غتعطينا 7.36 ميجا باغ نيوكليون، alors que l'autre غتعطينا 1526.63 que je divise par 206 يعني شحال غتخرج 7.41 ميجا باغ نيوكليون. إذا بطبيعة الحال هذه كلها معطيات هاي عندها، عندكم يمكنكم ديروا انستان بوز باش تاخذ المعطيات هاي كلها كاينة في هذا الجدول. إذن الأسئلة الأولى فهي أسئلة بسيطة، غادي ندوزو دابا الآن السؤال الثالث. إذن هنا من خلال هذه المقارنة غادي نقارنوا هذه، إذن ما هي النواة الأكثر استقرارا؟ النواة الأكثر استقرارا هي النواة التي عندها هذه الطاقة الكبيرة اللي هي البلوم. إذن فهي البلوم، دونك علاش؟ لأن غتقول لي هذا التعليل هو أن قناة ديال البلوم أكبر من طاقة أو ديال الربط الخاصة بالنوية، دونك هذا هو التعليل. من بعد كاين هناك سؤال ثالث هو احسب، فوالا استنتج
قيمة الطاقة المحررة من هذا التفكك. إذا الطاقة المحررة يعني غتكون طاقة سالبة، غادي نحاول ناخذها ب اون ميزور الجبريك يعني طاقة مطلقة، تعرفوا بأن هي الدلتا ام سي دو، ولكن على حسب المعطيات ما عندناش ام ديال لاماس ديال بلونك ولا ماس، ما عندناش معطيات مكمولة. إذا نقدر نخدمو بواحد الطريقة أخرى، تنعرفوا هذه اللي مهمة. هذا هو الجديد في هذا التمرين، هو تنديرو اختلافات ديال طاقة الربط. إذا طاقة الربط ديال أصلي المتفاعلات بلونك ناقص ماذا؟ ال ديالاش. اذا من خلال المعادله، لاحظوا معايا هنا تندير ديال هذا، ممكن ندير هذا ناقص ديال هذا. دونك انا غندير هنا ديال بي او يعني هنا ديال بلومب ديال عفوا هنا غندير ديال بولونيوم ناقص ماذا؟ طاقه الربط ديال النواتج اللي هي ماذا؟ هي طاقه الربط ديال بلوم زائد طاقه الربط ديال ليليوم. إذا وما تنديرش السي دو هنا، خاصك ترد بالك لأن هذا هو الجدي في هذا التمرين. هذا بغيت تكون تخدم طاقة الربط، تندير طاقة الربط ديال المتفاعلات ناقص مجموع طاقة الربط ديال النواتج. إذا هنا بالنسبة لي أنا عندي طاقة الربط ديال البلومب اللي هي 1526.63 ميجا، عندي طاقة الربط ديال بولونيوم هذه كلها من المعطيات داكور. اذا بقى لي طاقه الربط ديال ليليوم، اذا طاقه الربط ديال ليليوم اللي عندنا جوج أربعة، اذا يتكون من دو بروتون دونك لا ماس دو بروتون، وتتكون من دو نوترون يعني ام ان موان لا ماس دو ليليوم لو تو في سي دو. اذا غادي دير التطبيق عادي غتلقى 27.945 ميجا. اذا وبالتالي طاقه الربط او الطاقه المحرره هي ماذا؟ هي 1547.63 ناقص 2526.63 زائد 27945. اذا وجدت هنا بطبيعة الحال اون فالور ابسولو، اون فالور ابسولو يعني لقيت 7.175 ميغاف سي سا، هذه طاقة الربط المحررة. السؤال الموالي، إذا هنا ننتقلوا الجزء الثاني. تحتوي عينة بي من بولونيوم عند اللحظة تي تساوي الصفر على كتلة ام زيرو، مع الزمن تتفكك كتلة ام بريم وتبقى كتلة ام من الكتلة الابتدائية. السؤال الأول، أوجد عبارة ام بريم بدلالة ام زيرو ولاندا وتي. إذا هذه ام بريم ماذا تعني؟ هذه تعني الكتلة المتفككة. إذا هنا تنحاول نرشد بعض الطلبة لواحد المسألة مهمة، لأن إلا كانت عندنا واحد العينة معينة، إذا عندنا كتلتها ام زيرو، عندما تتفكك تعطينا واحد ام في اللحظة تي، وتعطينا واحد كتلة أخرى اللي هي متفككة اللي هما سموها على حسب نص الموضوع ام بريم. إذا بغينا نوجدوا ام بريم هي ماذا؟ هي ام زيرو ناقص ام دو تي. دونك هي ام زيرو، شنو هي ام دو تي؟ نعرفوا بان ام دو تي هي ام زيرو ليكسبونسيال دو موان لاندا تي. كي اللي غادي يتساءل كيفاش استاذ درتي هاد ام تي هي لي، تعرفوا بان قانون تناقص اشعاعي هذا غير للتذكير فقط، هي ان زيرو ليكسبونسيال دو موان لاندا تي، بمعنى ان دو تي شنو هي؟ هي لا ماس سوغ لا ماس مولار ديال هذاك العنصر اكس بطبيعة الحال فوا ان ا ايكالا كوا؟ ايكالا ان زيرو اللي هي ماذا؟ هي ام زيرو sur m fois n a l'exponentielle de moins lambda t. إذن من هنا يعني غادي نسامبلي في هذه n a مع n a غتبقى عندي ماذا؟ m دو t هي ماذا؟ هي m زيرو l'exponentielle de moins lambda t. هذا فقط للتذكير. إذن غنعودو نرجعو العلاقة اللي لقينا، لقينا ان بريم سي m زيرو، غندير m زيرو اون فاكتور، دونك سي m زيرو 1 موان l'exponentielle de moins lambda t. C'est-à-dire, c'est bien ça. Donc voilà l'expression de M'. Et dans ce cas-là, قال لك اوجد العلاقه النظريه بين دي ام بريم سور دي تي يعني المشتقق ديال ام بريم ولاندا او ام. اذا من خلال هذه العلاقه اللي وجدنا دابا يمكن ايجاد دي ام بريم سور دي تي، بما ان ام زيرو سيتي كونستانت غتبقى هي دي سور دي تي ديالاش،
هاد ام زيرو مشات غتبقى ام زيرو ليكسبونسييل دو موان لاندا تي افيك ان سين موان. اذا موان مع الموان غتولي بلوس، دونك غتبقى هي ام زيرو فوا لاندا اكسبونسييل دو موان لاندا تي. علما ان ام زيرو ليكسبونسييل دو موان لاندا تي هي ماذا؟ هي ام دو تي، دونك غتبقى هي لاندا فوا ام. اذا اقول بان دي ام بريم سور دي تي ني اوتر اللي هي بدلاله ام على حسب المنحنى اللي عطينا هي لاندا ام. اذا هذه العلاقه غادي تخدموا بها طبعا الحال في الجواب على التمرين او السؤال الموالي. اذا علاش عطاونا هما هذا المنحنى؟ هذا قال لك هنا فوالا اوجد العلاقه بين الدي ام بريم لقيناها، ثم يمثل الشكل المنحنى دي ام بريم سور دي تي بدلاله ماذا؟ الكتله. اوجد قيمه ثابته النشاط الاشعاعي لاندا. اذا من خلال العلاقه اللي لقينا دابا حاليا فوالا لقينا بان دي ام بريم سور دي تي اللي هي بدلاله ام لقينا هي لاندا ام. دونك يعني ماذا يعني هذا؟ ان هاد لاندا هي المعامل الموجه للداله دي ام بريم سور دي تي بدلاله اف ام. بمعنى ان الا بغيت هذا المعامل الموجه يكفي ان ناخذ جوج نقاط، بما ان هذه الداله خطيه يكفي ان ناخذ جوج نقاط اللي هما بيان بريسي بحال دابا هاد اربعه، هاي بيان بريسي غادي ناخذ اربعه ماذا؟ 10 اس ناقص 4، لان هنا فوالا خاصكم تنساش هاد الامور هادي خاصكم بها. دونك هي 10 اس ناقص 4 مقسومه على ماذا؟ مقسومه على 1.5. علاش 1.5؟ فوالا هي هنا سا كوريسبون 1.5، غندير الاسقاط هنا غتعطينا 1.5. دونك 1.5 غتعطينا النتيجه باش بسكوند موان زان. دونك لقيتها هي 2.66 10 موان 4 سكوند موان زان. وبالتالي السؤال احسب قيمه نصف العمر، قيمه زمن نصف العمر يعني لاندا تي سور دو. تي سور دو عندنا واحد العلاقه تقول لي فوالا ال ان دو سور دو سور لاندا. دونك يكفي ندير تطبيق عادي هادي ال ان دو دو سور لاندا 2.66 10 موان 4 دونك خرج لي 6 او بيان بلوتو 2599.36 سكوند. دونك فوالا تي ان دومي. دونك السؤال الاخير او قبل الاخير، احسب عدد انويه البولونيوم البدئيه عند اللحظه الابتدائيه او عند اللحظه التي تساوي الصفر، ثم اوجد قيمه ان، قيمه ان التي من اجلها يكون عدد انويه البولونيوم المتبقيه ان عند اللحظه تي ايكال ان تي ان دومي يكون هو هذا العدد. اذا هذه من المعادله يكفي ان اجد بعد ان زيرو، لان ان زيرو سي كوا سي ام زيرو سور ام ديال البولونيوم بطبيعه الحال اللي خدامين عليها فوا ان ا. دونك هي ام زيرو عندك هي 10 غرام سور ياتين 10 فوا 6.02 10 فوا 3. دونك جي تروفي ان زيرو ايكال 2.86 10 22 نويو بطبيعه الحال. اذا فوالا ان زيرو. قال لك عند تي تساوي ان تي ان دومي، تعرف بان ان دو تي سي كوا سي ان زيرو ليكسبونسييل دو موان لاندا تي. اذا شي جو اون بلاس ان زيرو ليكسبونسييل دو موان لاندا شنو لاندا؟ هي ال ان دو دو سور تي ان دومي فوا تي. اشنو هي تي؟ قال لك هي ان تي ان دومي. دونك جو سامبليفي تي ان دومي باغ تي ان دومي غتبقى عندي هي ان زيرو ليكسبونسييل دو موان ان ln دو دو. هنا في الرياضيات خاصكم تعرفوا واحد القضيه، ln دو اكس ان هي ان ان ln دو اكس بطبيعه الحال، لان اكس هنا بوزيتيف لان ان موجبه. اذا غتعطينا هنا هي ان زيرو اكسبونونسييل دو كوا دو ln دو دو اوس ان، سيتادير سي ان زيرو ليكسبونونسييل دو موان اكس هو ان سور اكسبونونسييل دو اكس. دونك ln دو دو اوس ان غتبقى هي ان زيرو سور ماذا؟ سور دو اوس ان. اذا عندنا هذه سيكوا غندير تطبيق عددي، يعني ان حنا خصنا غير داو الهدف هو نلقاو ان. اذا دو اوس ان سيكوا سي ان زيرو سور ان هي 2.86 10 22 كو جو ديفيز بار 3
58 ديال الأسونس 21 لقيتها هي تقريبا 8. شنو هي 8؟ سي 2 أوس 3. إذا من خلال هذه العلاقة هذه يعني أن أن إيكال كوا؟ إيكال أن إيكال أطرو. دونك هذا هو الإجابة ديال هذا التمرين الأول المتعلق بالتحولات النووية. إذا ها هو أمامكم الآن، يمكن لكم ديروا إنبوس باش بقاو دائما في إطار باش ترجعوا للمعطيات ديال أو المضمون ديال الموضوع ديال النص ديال هذا التمرين، وتستخدموه بوحدكم إن شاء الله اعتماد على نفسكم، ثم ديروا المقارنة مع الإجابة. دابا غندوزو للتمرين الثاني اللي هو يتعلق ب الكيمياء. إذا التمرين الذي يتعلق بالكيمياء هو على الشكل التالي، عندنا الإيبوبروفين حمض كربوكسيلي صيغته الإجمالية هي دواء يعتبر من المضادات للالتهابات، إضافة إلى كونه مسكنا للآلام ومخفضا للحرارة. تباع مستحضرات الإيبوبروفين في الصيدليات على شكل مسحوق في أكياس تحتوي كل منها على كتلتين أم 200 ميلي جرام قابل للذوبان. إذا الكتلة المولية معطياك. إذا نذيب محتوى هذا الكيس في حجم 500 من الماء المقطر، فنحصل على محلول مائي تركيزه سي اه، هذا القياس بي اش اه وهذه القيمة. أولا بين أن قيمة التركيز المولي ديال اس اه هي هذه. إذا هذا سؤال بسيط جدا، يكفي أن أطبق العلاقة التي بين التركيز. شنو هو التركيز المولي؟ التركيز هو كمية المادة مقسومة على الحجم. كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية تبقى الحجم لها. إذا من هنا أستنتج ام، عندي ام هي 0.2 لأن 200 ميلي جرام خصني نحولها لجرام. كتلة المولية هي 206 فوا 0.5 لقيت هي تلقاها هي فعلا 1.13 مول بار لتر. إذا السؤال الثاني، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اكتب معادلة تفاعل إيبوبروفين مع الماء. إذا عاطينا هما الصيغة ديالو اللي هي سي 12 H17 CO2H. إذا مع الماء، إذا الماء غنعتبره بأن هذا حمض وهذا قاعدة، والحمض على حسب برونشتيد هو كل عنصر كيميائي قادر على فقدان بروتون، إذا عطينا CO2 موه بلس H3O بلس. إذا أكتب معادلة التفاعل، أنجز الجدول الوصفي. الجدول الوصفي يعني غادي نطلقنا من كمية المادة اللي هي سي فوا سي أن في. دونك هنا بسم الماء فهو وافر، إذا عندنا هنا صفر صفر. إذا في لحظة معينة غتكون عندنا سي موان اكس اكس اكس، ثم سي ان في موان اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس. اذا بالنسبه للطلبه دائما نقول هذه المساله، الا بغيتي دير جدول ككل وتكتب هنا المعادله خلال البدئيه خلال التفاعل والنهائيه او القصويه. اذا هنا اسئله، اوجد تعبير نسبه التقدم النهائي الطؤام بدلاله بي اش ان والسي ان، ثم احسب قيمتها عاد ماذا تستنتج. اذا هنا السؤال، طو هو اكس فينال سور اكس ماكس. اكس فينال هو كميه الماده ديال اش 3 بلس اللي تساوي التركيز في الحجم مقسوم على اكس ماكس اللي هو السي ان في. اذا غتعطينا هي اش 3 او بلس مقسومه على السي ان اللي هو 10 موان بي اش على سي ان. اذا القيمه ديالو هي 10 موان بي اش، البي اش عندك هنا هو موان 3.65 10 موان سور 1.94 10 موان 3 لقيت هي 0.115 اصغر من 1، يعني ان التفاعل هنا غير تام. اذا هذه كنتيجه لهذا المعطى. اذا السؤال الاخر، أوجد بين أن تعبير توازن ثابت التوازن المقرون بمعادلة التفاعل يكتب على هذا الشكل. إذا بالنسبة لك ديال التفاعل عندنا حمض، إذا فثابت التفاعل هي فعلا هي لا كونستون داسيتي، هي ثابت الحمضية، يعني هي H3O بلس فوا التركيز ديال القاعدة بصفة عامة قبل ما نكتبها غندير هي القاعدة ديالو ديال لاسيد، القاعدة ديال الحمض هذه معروفة دابا بصفة عامة. بما أن التركيز ديال أش 3 بلس هو التركيز ديال أش موان، دونك غندير هي أش 3 أو بلس أو كاري سيغ أش أغ هي ماذا عندنا هنا السي أن موان إكس سيغ في، وإكس سيغ في هي أش 3
او بلس. اذا بمعنى ان ك، وتعرف بان اش 3 بلس شنو هي؟ هي 10 موان بي اش، او كاري غتولي 10 موان 2 بي اش سور سي 1 موان 10 موان بي اش. اذا هنا بي اش عفوا بي اش هنا بي اش ان، دونك فوالا ك. اذا سي بيان سا. سؤال احسب هذه القيمه هذه. اذا يكفي ان نقوم ب تعويض، لقيت هي غتلقى هي 2.9 10-5. ناخذ حجما في ان من المحلول اس ان ونضيف اليه حجما من الماء. يعني عندنا واحد المحلول اس ان فاضفنا اليه محلولا من الماء. اذا هنا عندما اضفنا الماء العميد تسمى ماذا؟ تسمى عمليه التخفيف. اذا كان تركيزه سي ان فحصلنا على واحد المحلول اس 2 دي تركيز سي 2 ودي حجم في اللي هو في ان زائد حجم ديال الماء اللي هو عاطينا اصبح حجمه 500 مليلتر. اذا فوالا الحجم اصبح 500 مليلتر. احسب التركيز السي 2. تعرفوا بان هذه عمليه التخفيف، ان اثناء عمليه التخفيف ان كميه الماده اللي كاينه هنا غتبقى هنا. يعني ماذا كميه الماده؟ هي السي ان، هذا تركيز السي ان فوا الحجم اللي كان عندنا. خدينا واحد الحجم قال لك خدينا حجم في ان تساوي ماذا؟ سي 2 فوا الحجم اللي عندنا هو في. بمعنى ان سي 2 سي كوا؟ سي 2 هي سي ان في ان سور في. هنا علما ان في ان سي كوا؟ هنا هي في موان في او، يعني هي 500 موان 475 غتعطينا 25 مليلتر. وبالتالي سي 2 هي 1.83 فوا 25 ديفيزي بار 500 لقيتها هي 9.7 10 موان 5 مول بار لتر. اذا بعد هذا لقينا سي 2، قال لك بين ان تعبير البي اش 2، يعني هنا في اثناء عمليه التخفيف سيتغير قيمه او ستغير قيمه البي اش 2، بغينا نعرفوا بانها تكتب على هذا الشكل ثم نجد قيمتها ثم نقوم نديروا استنتاج. اذا تعرف بان البي اش 2 سي كوا؟ سي موان لوغ دو اش 3 او بلس. لقينا كا شنو هي؟ هي اش 3 او بلس او كاري سور سي 2 موان اش 3 او بلس. بمعنى ان كا فوا سي 2 موان اش 3 او بلس ايكال اش 3 او بلس او كاري، او بعباره اخرى اش 3 او بلس او كاري بلس ك اش 3 او بلس موان ك سي 2 ايكال زيرو. اذا حصلنا على واحد المعادله من الدرجه الثانيه غادي نقلب على الدلتا اللي هي ك وكاري بلس 4 ك سي 2، وبالتالي غنلقاو اش 3 او بلس اللي خاصها تكون دائما موجبه او غتكون سالبه. اذا هنا غتكون موجبه بطبيعه الحال. اذا غنديروا هي موان ك بلس جذر الدلتا اللي هو ك وكاري بلس 4 ك سي 2 مقسوم على ماذا؟ على 2. اي ان البي اش 2 هو موان لوغ دو كوا؟ دو موان ك بلس جذر ك 2 ك دو ك او كاري عفوا ك او كاري بلس 4 ك سي 2 سور 2. دونك غادير تطبيق عددي، ستجد انا درت تطبيق عددي وجدت بانه في حالتي لما كانت هناك خطا لقيت هي 4.4. اذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ ان البي اش 2 اكبر من بي اش 1، يعني ان عمليه التخفيف اللي هي درنا فهو يؤدي الى ماذا؟ الى انخفاض الحمضيه. وما يقول انخفاض الحمضيه؟ يعني ارتفاع ديال البي اش. هذا هو الاستنتاج الذي يمكن ان نستنتجه من خلال هذا. يبقى لنا السؤال الذي يليه، اوجد ماذا؟ احسب قيمه الطو 2. اذا طو 2 سي كوا؟ سي اش 3 او بلس سور سي 2. دونك هي 10 موان بي اش 2 ديفيزي بار سي 2 لقيتها هي 0.410. اذا ماذا نلاحظ؟ تلاحظ بان طو 2 اكبر من طو 1، يعني نفس الشيء. اذا عمليه التخفيف فهي تؤدي الى ارتفاع
نسبة أو قيمة نسبة التقدم النهائي. إذن هذا هو الاستنتاج الذي يمكن أن نستنتجه من خلال هذه التجربة. إذن الإفادة في هذا التمرين هذا هو خاصك تعرف كيفاش تلقى ثابت التوازن، تعرف بأن عملية التخفيف دائما تؤدي إلى ارتفاع قيمة نسبة التقدم النهائي. هذا هو الأهمية اللي كاينة في هذا التمرين. هناك طبعا حال بعض الجوانب اللي شفناها في التمرين الأول ديال الفيزياء. إذن أشكركم على انتباه ديالكم، وما تنسوناش من المشاركة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إلى أمل اللقاء بكم في حصة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.